وأخيراً، سيكون بإمكان هؤلاء الأطفال الاستفادة من الحق في مسكن لائق وساحة لعب بعد أن عاشوا السنوات الأولى من عمرهم في بيوت قصديرية وأكواخ عبر مختلف أحياء بلدية مغنية قبل أن يتم ترحيلهم في آخر عملية ترحيل. قوم بإعادة إسكان 58 عائلة في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية الرامي إلى إزالة السكنات الهشة على مستوى كافة بلدية الوطن، وهي آخر عملية نقوم بها للانتهاء من هذا النوع من السكنات نهائيا. سبقت هذه العملية إسكان 500 عائلة مستفيدة من سكنات عمومية إيجارية خلال السنة هذه، وسنقوم رفقة لجنة الدائرة على توزيع أكثر من 1000 سكن عمومي إيجاري خلال السداسي الأول من سنة 2018. بعد ركود دام لأكثر من عشرية من الزمن، ها هو قطاع السكن يتحرك بمغنية في السنوات القليلة الأخيرة في انتظار استكمال بقية المشاريع لرفع الغبن عن الفئة المعوزة. نفسر لكم هذه الفرحة اللي رانا فيها، الحمد لله، الله يكثر خير الرجال ويكثر خير بوتفليقة الرئيس تاعنا والمسؤولين تاعنا المير شاف الدائرة كاع نشكرهم، الحمد لله. تحية وزير السكن، تحية الجزائر، والحمد لله. هذه من 87 والعقبة كاع المغبونين اللي كانوا كيفنا. تحية الجزائر، تحية الجزائر، وتحية بوتفليقة، والله يرحم الشهداء. وأنا تورية وما خبتش الدراهم، والله يسمح عليهم ويحفظ وليدات ويحفظ ولاد الجزائر كومبري كيما راها. الله يجعل ربي يسخر فيكم، والله يوقف الإعلام ويهدم الظلام، والله يجعل ربي يغنيكم مغنات مكة في المدينة. بإعادة إسكان 58 عائلة من قاطن البيوت القصيرية، تكون أكبر دوائر ولاية تلمسان قد طوت صفحة السكنات القصيرية والهشة.